وصلاة وسلاما على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام عليكم من الله ورحمة وبركات في هذا الصباح الجميل، صباح العطاءات في جامعتنا، حيث تتماسك أيدي العلم والمعرفة وأيدي الثقافة وأيدي الإبداع في مجالات الفن ومجالات الشعر ومجالات الكلمة الصادقة. في هذا الصباح الجميل، هذا الصباح الربيعي، في هذا المبنى حيث تزينه هذه الطاقات، تجمله هذه الإمكانيات، ألتقيكم وفي هذا المهرجان الثاني. هذا المهرجان الثاني الذي عقدنا كما تذكرون المهرجان الأول، وكنا في أشد حالات الأذى والمعاناة والجرح النازف، كنا نرسم الأمل ونرسم السلام ونرسم المحبة، ونمد أيدينا مشرعة إلى جميع إخواننا في وطننا هذا، موحدين داعين إلى وحدة الكلمة، وداعين إلى السلام، وداعين إلى المحبة. اليوم بعد عام من المهرجان السابق نستطيع أن نفتخر أننا سرنا نحو ما نبتغي وما نريد من وحدة الصف ووحدة الكلمة وصدق الكلمة وصدق التعبير. تقدمنا خطوات إلى الأمام. أيها الأبناء الأعزاء، وجه خطابي لكم إن مسؤولية الجامعة ليست فقط أن تعطي علماً، بل يجب أن تعطي مهارات، وهذه المهارات كلمة مفتوحة، مهارات في مجال التخصص ومهارات في مجال الثقافة ومهارات في مجال التعامل، في تقبل الآخر، بالتوافق مع المختلف. إننا جميعاً نتفق على مساحة تزيد على المساحة التي نختلف فيها، إذن علينا أن نتعامل وفق هذه المساحة التي نتفق فيها. وقال أهل العلم لنعمل على ما نتفق عليه ونسعى إلى أن نزيد مساحة التعامل والتفاهم. وعجبني ذات يوم أحد أساتذة الذين درسوني في الإعدادية، التقيته وهو الآن رئيس أحد المنظمات، بل رئيس المنظمات العربية والإسلامية العاملة في أوروبا، قال عندنا علاقات مع الجميع، النصارى، اليهود، الشيوعيون، إلى آخر الملحدون، كيف هذه العلاقات؟ قال إننا نلتقي معهم بنسبة معينة تختلف، قد لا تزيد عن 1% أحياناً، خصوصاً مع الملحدين، لكن هذا الواحد نعمل ضمن مساحة الواحد ونسعى إلى أن نكبر هذا الواحد ليصبح 2 و3 وهكذا. أما مع النصارى مثلاً ومع المسيحيين فنحن نتفق معهم بقضية وجود الله، هاي كافي أن نعمل معاً. فكيف نحن مع بعضنا ونتفق جميعنا والحمد لله بعقيدتنا، بثقافتنا، بوطننا، بلغتنا، بقوميتنا، إلى آخره؟ كيف نسمح للشيطان ونسمح للعدو أن يدخل بيننا ليشيع حالة من عدم الاتفاق؟ نحن متفقون بالنسبة الأعظم، لذلك نعمل فيما نحن فيه متفقون، ويعذر بعضنا البعض فيما نختلف فيه، بل نسعى إلى أن نقلل نسبة الاختلاف، كما قال ابننا المبدع صبري، قال قبل قليل أن الطاقات تجمعت مع بعضها من رئاسة الجامعة ممثلة بمجلسها والعمادات والأقسام العلمية، الملاك التدريسي، الملاك الإداري، وأنتم القاعدة، أنتم الأساس، لذلك حصل النجاح. وهذا النجاح ليس لأحد فيه فضل، الفضل لله سبحانه وتعالى، لأن كما علمنا القرآن ما توفيقي إلا بالله، فإذا وفقنا إلى الخير فهو بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن الله إذا أحب عبدا استخدمه في طاعته،
فنحمد الله أنه استخدمنا في طاعته، وهي لنا أن نكون في طاعته ولم يستخدمنا في معصيته، وهذه من أكبر النعم تستوجب الشكر. فيا أبنائي عيشوا وفق هذا الإطار أننا تحت رعاية الله، فبالتالي ينبغي أن نعمل وفق مراد الله، لا ينبغي أن نكون نحن الله سبحانه وتعالى يتولانا بعنايته ثم نحارب ربنا بالعمل. اليوم مهرجان شعري ومهرجان الكلمة، وهنا مكتوب مهرجان الغناء، لكن علينا كما قرأ قارئنا وقد اختار الآيات ربما بتوفيق الله أو باجتهاد منه، نحن الآن أمامنا أن ننتبه إلى هذه الآيات. إن الفجار إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. نعيش في استحضار وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فاختاروا كلماتكم لا تهيجوا فيها المشاعر لأجل أن تحصل على التصفيق، فالتصفيق ذاهب والكلمة باقية عليك أيها الشاعر حبيب. اختار كلماتك، لا تكن سببا لفتنة ولا تكن سببا لإغراء ولا تكن سببا لمشكلة. اختار كلماتك بما تؤجج فيه روح الإيمان فينا، وتؤجج فيه محبتنا لبعضنا، وتؤجج فيه محبتنا لوطننا. الإنسان لا قيمة له بلا وطن، الإنسان لا قيمة له بلا وطن. والله سبحانه وتعالى شرع لنا هذا، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما أخرج من مكة والذي حج إلى بيت الله أو اعتمر، يلاحظ أن مكة في حساباتنا الظاهرية ليس فيها شيء يشد إليها، أرض كما وصف القرآن بواد غير ذي زرع، غير ذي زرع. نعم الآن تجد المباني والجمال المباني، لكن بالأصل مكة عبارة عن وادي وجبال ليس فيها زرع. بل أنا حججت مبكرا قبل أن تنتشر هذه المباني ورأيت جبال مكة سوداء من شدة الحر، لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة لأن فيها الأسرار وفيها السر الإلهي في اختيار هذا المكان في الكعبة، عندما خرج ووقف عند المنحنى التفت إلى مكة وقال: والله إني لأعلم أنك أحب بقاع الله إلى الله. لاحظوا اللطافة، لاحظوا كيف يتعامل مع مكة ككيان مادي يتعامل معه كيان حي، وهذا لطف المؤمن يتعامل مع الأشياء حية دائما، تعامل مع الأشياء أنها حية. فقال: والله أني لأعلم أنك أحب بقاع الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فأنزل الحق سبحانه وتعالى عليه أن الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تكملة الآية مو بداية تمام التي تحضرني الآن: رادك إلى معاد. الله سبحانه وتعالى وعده أنه رادك مرة ثانية، لا تحزن. إن الذي فرض عليك قرآنا لرادك إلى معاد. الله الذي أنزل عليك القرآن هذا من باب التثبيت، لرادك وعد من الله سبحانه وتعالى إلى معاد، إلى مكة من جديد. فالوطن غالي، والقتال والدفاع عن الوطن مأمور شرعا، لذلك في الحكم الفقهي هناك وجوب في القتال وهناك اختيار في القتال. واحدة من وجوبات القتال: إذا غار العدو الصائل عليك وجب عليك القتال، ليس عليك على كل فرد القتال بما فيها الإمرأة.
ليش؟ لأن هذا استهدف وطنك، بيتك، قيمك، تاريخك، واقعك، مستقبلك. لذلك عندما نغني للوطن فإننا نعني هذا. وإذا كان المدعون والمبطلون والسياسيون والحزبيون وما شابه قد قالوا كلام كثير أفقد الأشياء معانيها، الآن إذا واحد يقول والله أنا بدوافع وطنية ما أسأل، يقول يا بيا وطني هالدنيا مو صارت مثل النكتة. لماذا؟ لأن المزيفون ضيعوا هذه القيم. نحن نريد أن نعيد لهذه القيم للحياة ونبعث فيها الروح، ونقول نعم نحن وطنيون نحب وطننا، لكن ليس بمفهوم القرية والمدينة ولا حتى بمفهوم الوطن بمفهوم الإداري السياسي. الأرض، كل الأرض لنا وطن ندافع عنها، ندافع عن الإنسانية، واجبنا، واجبنا الإنساني والأخلاقي والشرعي أن ندافع عن أنفسنا وعن كل قيم الصحيحة في أي مكان. فأنتم أيها الشعراء، أنتم فرسان الكلمة، تصوغوها بقوالب مبدعة تحرك فينا الوجدان. وأمة العرب أمة الشعر، ثم هذا الشعر ديوانها. ألم يقل أجدادنا الشعر ديوان العرب؟ كيف ديوان العرب؟ لأنه يخلد أحداثها وواقعها. نحن اليوم عندما نذهب لدراسة التاريخ، واحدة من أهم مصادر التاريخ هي الشعر الذي يؤرخ الحوادث ويشرحها. نعم فيه مبالغة أحيانا، لكن بالتجميع تطلع الحقيقة. فاكتبوا شعرا يسجل لهذه المرحلة، يسجل لجهادكم، يسجل لنضالكم، يسجل للمطاولة فيكم، يسجل لمن ساهم أو أسهم في هذه المرحلة بالجهد والكلمة. فإن الله سبحانه وتعالى غدا سيبعثنا وأمامنا سجل ليس فيه الأفعال فقط، ليس فيه أعمالنا فقط، ولكن فيه آثارنا. يقول الحق سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم فاترك أثرا طيبا يقتدى. والأثر قد يكون كتابا، قد يكون علما نافعا، قد يكون بحثا معينا، قد يكون ابنا تربيه، قد يكون طالبا تهيئه للعمل الصالح، وقد يكون كلمة يتداولها الناس فيفعلون فيها الخير، أو العكس يفعلون فيها الشر. إن كانت خيرا فهي في سجل حسناتك، وإن كانت والعياذ بالله شرا فهي في سجل سيئاتك، ولا سامح الله. أحييكم مرة ثانية، أحيي إبداعكم في الزمن الصعب. قبل قليل فتحنا هذا المرسم الجميل، عشنا في لحظات الفن الجميل، والآن نعيش في لحظات الكلمة الجميلة.